مشاهدينا نستقبل ويانا عبر السكايب من دبي الكوتش والمؤثرة مروة حاتم حتى نحكي عن أحدث الأنظمة الغذائية الصحية اللي تعتمدها هي لنفسها ولمن تنصحها خاصة للناس اللي هم يحبون يعني نظام غذائي صحي. يسعد صباحك مروة. يسعد صباحك مروة، أهلا بيش بصباح دجلة. يسعد صباحكم بنات، شلونكم؟ أهلا بيش نورتينا. طبعا مروة حابة بالبداية أسولف وياك أنه دائما إحنا النظام الغذائي كل واحد يسوي نظام معين ويمشي عليه، ولكن ما نعرف شنو هو النظام الغذائي اللي فعلا يكون صحي ومتكامل. ممكن تنطينا نوع هذا النظام؟ أكيد. أول شيء أحب أعرف عن النظام الغذائي المتكامل، هو يتكون من 4 عناصر أساسية. الكارب وهي النشويات مثل الشوفان والتمن والبوتيتا، والألياف وهي الخضروات بأنواعها، البروتين هي اللحوم من الدجاج والأسماك والألبان والبيض، والدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات. نعم. فأي نظام غذائي متكامل لازم يتكون من هاي 4 عناصر. نعم. طيب مروة همين أحب أعرف شنو هي المقصود بالصيام العكسي، يعني شنو هي فوائده الصحية إذا يعني على الجسم للاستمرارية، خلينا نقول إذا الشخص دائما يسويها. الصيام العكسي معنى الكلمة هو يعني هو عكس الصيام المفروض احنا نصومه برمضان من ساعات مثلا الغروب إلى الشروق، هو عكسي. لازم نمتنع عن تناول الأكل من المساء الثاني يوم من ضمن ساعات النوم. نعم، يعني انت تقترحين انه احنا يكون عندنا نظام غذائي بكل الاشياء اللي احنا حابين ناكلها، ولكن خلينا نقول يعني كميات قليله. اكيد انا ضد اي نظام يستبعد العناصر الاساسيه اللي يحتاجها الجسم، لان اي عنصر اساسي انت طلعينه من اكلك او تحرمين نفسك راح يسبب لك مضاعفات. نعم. حلو. طيب مروة خبرينا عن تحدي 60 يوم، خلي نعرف خلال هال60 يوم وشنو اللي تعتمدين خلال هالشهرين، شنو الشغلات اللي تعتمدي وشنو أكو تمارين أكو أكلة معينة مثلا دايم لازم خلال هالشهرين نعتمده؟ جت لي فكرة الـ60 يوم لأن أنا أوريدي مسوية تحدي 90 يوم نهاية السنة الفاتت. ليش اختاريت 90 يوم؟ لأن هواي بنات ومشتركات يدخلوا لي ويقعدون يعرفون المدة إيش قد نخسر وزن ونستمر، فحبيت أغير من العادات السيئة إلى عادات صحية، فاختاريت 90 يوم حتى نشوف النتائج سوية. ونجح هذا التحدي ما شاء الله يعني على المشتركات، مو بس هم قدروا يأثرون على بيتهم وأطفالهم والحواليهم. حلو. فقررت أسوي تحدي ثاني هو 60 يوم، والحمد لله خلصنا شهر من عنده ومستمرين بقوة. حلو. نعم. طيب مروة همنا يعني بين فترة وفترة دائما نشوف اكو ترند معين لمثلا دايت معين ونشوف الناس كلها تجربه، انت شنو رايك بهذه الترندات اللي تطلع؟ يعني هل هي فعلا انه تجيب فائده او لا؟ اكيد لا، تردين تستمرين على النظام هو متكامل من كل العناصر مثل ما ذكرت. هاي الترندات مثلا اشوفها دائما نظام البياض او النظام الماي والخل وهاي الأشياء، ما رح أي واحد من عندنا يقدر يستمر عليها أطول فترة، مستحيل. فليش ما نتبع نظام متكامل من كل العناصر ونسوي نمط حياة حتى نقدر نستمر عليه أطول فترة ممكنة. حلو. طيب مروة شلون تربطين الصحة الجسمانية مع الصحة النفسية خاصة أثناء العمل أو في عملك؟ دائما أذكر مشتركاتي إذا أنت تهتمين بنفسك من الداخل هذا الشيء راح يعكس على صحتك النفسية من الخارج. وشلون تهتمين على من الداخل؟ هو تسوين رياضة، تاكلين أكل صحي، هذا الشيء راح ينطيك الطاقة وراح يخليك تحبين الحواليك لأن اهتميتي بنفسك وعطيتي هذا الوقت لنفسك. نعم. طيب مروة اليوم شنو تنصحين النساء أو السيدات اللي عندهم دوام وما يقدرون يروحون للجيم؟ برأيي ماكو واحد بينا ما عنده نص ساعة بيومه من 24 ساعة. نعم. أكيد كنا عندنا هاي النص ساعة نروح بها على السوشيال ميديا ونضيع وقت. فإذا ما عندك وقت تروحين للجيم كلش عادي تفتحين أي فيديو من اليوتيوب
وتسوين تمارينك او تطلعين برا وتسوين مشي. حلو. طيب مروة، هم انا حابه اعرف خلال هالستين يوم التحدي او التسعين يوم، شنو الاكلات اللي دائما تستبعديها عفوا، مثل الكربوهيدرات والفواكه او الحلويات، شنو اكثر شيء تخلين المشتركين وانت همينة تبعدوا عن النظام الغذائي مالتكم؟ انا اللي يعرفني ومتابعني يعرف انا الشيء الوحيد اللي استبعده عن اي نظام هو السكريات المصنعه. انا ضدها وبقوه، لان حتى الانسان الطبيعي والصحي ما المفروض ياكل السكريات. نعم. بس عادي، لان هي موجوده اوريدي باكلنا، بالخضار موجوده، بالتمر، بالفواكه، فما حاجه ناكل سكريات مصنعه. والتحدي مالتي ما ممنوعين من اي شيء، المشتركات بالعكس كلش حابينه، اللي بين التنوع بين الكارب والبروتين والخضروات كل اسبوع عن اسبوع يحبونه اكثر واكثر. نعم. طيب مروة، احكي لنا عن مشتركاتك، بما انك ذكرتيهم اكثر من مره، شنو التمارين اللي تنطيهم اياها مثلا وتشوفيهم دائما هم متشجعين انه يجون للجيم؟ التمارين تكون ما بين الكارديو والمقاومه. وحسب وقتك، يعني دائما يسالوني شنو الوقت المناسب نروح بيه للجيم، شنو الوقت المناسب نقضيه بالجيم. اقول دائما اقول اذا عندك 15 دقيقه باليوم سوي وروحي للجيم، لو بالبيت فتحي يوتيوب فيديو سوي، اذا عندك نص ساعه باليوم سويها، اذا عندك 3 ساعات بالاسبوع كامل سويها، فماكو وقت معين. بس تمارين الكارديو تمارين المقاومه هي احسن شيء. يعني انت دا تقولين مثلا للمشتركين او للمشاهدين همينه اذا يفوتون بهالتحدي، النتيجه تكون لازم نظام غذائي صحي وزائدا تمارين. يعني اكو ناس يمكن يتبعون بس النظام الغذائي او بس التمارين، يعني شيء واحد من عندهم، ما يختارون الاثنين سوية. انت شنو رايك؟ صح. صح، انا دائما انطي تمارين وانطي نظام غذائي. اكو بيهم بنات ما عندهم القدره يروحون للجيم. نعم. فدائما اشجعهم يسوون اي حركه بسيطه بالبيت، حتى لو تمارين بس اطاله، حتى لو يوغا. اذا ما عندك القدره تسوين هاي الشيء، حتى لو تقدرين بس تسوين جمعين خطوات خلال اليوم، تطلعين تمشين حتى لو ربع ساعه لو نص ساعه، هذا الشيء راح يساعدك. نعم. حلو. طيب مروة، اليوم شنو تنصحين المشاهدات اللي يتابعونا انه شنو الشيء اللي يضيفوه لحياتهم راح يخليهم انه هم يستمتعون اكثر، يتمتعون بشباب يمكن همينه يكون اطول؟ دائما انصح البنات ترحون للاساسيات، لا تصعبوها على نفسكم. يعني شرب الماء والنوم كلنا نعرف به، تاكلين اكل صحي، وجبات متكامله من كل العناصر، تطبقين الصيام العكسي، لان هذا الشيء طبقته على نفسي صارت من سنوات ومستمره وشفت عليه نتائج خياليه. بالاساسيات، يروحون الاساسيات ويطبقونها اهم شيء. نعم. طبعا اليوم احنا صدق حلقتنا مميزه ومنوعه بنفس الوقت لكل سيده، من ناحيه الرياضه والتمارين ومن ناحيه الغذاء الصحي همينه. شكرا لوجودك ويانا. شكرا لك، نورتينا. شكرا لكم.